بتمام الساعه 10 مساء فرش طائر الموت جناحيه فوق قاعه الهيثم للاعراس في قضاء الحمدانيه، لينقلب المشهد من حفل زفاف الى مأتم جماعي. احد الحاضرين وبتصرف جنوني يوقد الالعاب الناريه داخل القاعه المليئه بالشموع والكحول والمبنيه بماده قابله للاشتعال، وبرمشه عين تنتشر النار في الهشيم، ثم يتهدم السقف على الرؤوس وتتفحم الأجساد. من خلفي قاعة الهيثم اللي صار بها الحادث، حسب الشهود عيان من 800 إلى 1000 شخص كانوا متواجدين في هذه القاعة، منهم راحت مع الأسف أحدى الضحايا وجرحى بالمستشفى، نقلوا إلى الموصل وكردستان. الفاجعة كبيرة، والله يصبر أهالي الضحايا. أكثر من 100 جثة تفحمت لم يتم التعرف على نصف عددها، وأكثر من 150 إصابة غالبيتها خطيرة قد ترفع عدد الوفيات. مستشفيات الموصل التي تعاني من النقص في كل شيء لم تستوعب أعداد الإصابات، ليتم نقل العشرات منهم إلى أربيل. بالتالي من يتحمل المسؤولية؟ من أعطى إجازات ببناء قاعات وبناء مساجد وإلى آخره من مرافق الدولة ومرافق الاجتماعية التي يتواجد بها الناس في أثر مناسباتهم وأثر دوامهم وشغلهم هذا المكان؟ شمس الصباح كشفت النقاب عما حل في مكان الفاجعة. القاعة تحولت إلى مكان أشباح، ورائحة الجثث المحترقة تملأ المكان، وحالة الغضب تسيطر على ذوي الضحايا وأبناء القضاء الذين حملوا مالك القاعة والجهات الحكومية التي منحته رخصة البناء المسؤولية الكاملة. سألنينا ولبست السواد من ليلة أمس بهذه الفاجعة الكبيرة، حقيقة هرعت الناس من سكان سألنينا ومن الشبكي والعربي والكردي والكاكية والترقمان واليزيدية وباقي مكوناتها إلى هذا المكان، وحاولوا المساعدة بكل الطرق. شهود العيان أكدوا أن جميع قاعات المناسبات في نينوى مبنية بذات الكيفية، الجدران بقوالب الإسمنت والسقوف بألواح الإيكوبوند سريعة الاشتعال، ولا تحتوي على مخارج للطوارئ، ما ينذر بفاجعة أخرى إذا لم يتم إعادة النظر. فاجعة إنسانية كبيرة هزت محافظة نينوى، هذه القاعة التي أزهقت فيها أرواح مئات الأطفال والنساء والشباب، فاجعة ذكرتنا بفاجعة العبارة التي سجلت ضد مجهول، والخوف والخشية أن تسجل هذه الجريمة ضد مجهول أيضا. من الموصل لقناة الفرات على الطائي.